بسم الله الرحمن الرحيم. وما النصر إلا من عند الله، صدق الله العظيم. بدءا من عمليات التحرير القائمة في ريف حماة، حيث دحرت جنود الطاغية وشبيحته في معظم قرى وبلدات ريف حماة بضربات من الجيش الحر، فكان سببا في هروب الشبيحة وترك مواقعهم وتحصنهم في مدينتي محردة وسقلبية. ونظرا لما تقوم به عصابات الأسد وشبيحته من داخل هذه المدن بقصف قرانا بالمدافع والصواريخ وتهديم المنازل وقتل الأطفال وتهجير المدنيين وتشريدهم وقطع الإمدادات والمؤن عنهم، واحتراما منا للديانات والشرائع السماوية والأخلاق والأعراف الإنسانية، إننا نوجه إليكم هذا الإنذار لتقوموا بدوركم، وذلك بطرد عصابات الأسد وشبيحته من مدنكم وردعها عن قصف قرانا وأهلنا، وإلا فإننا سوف نوجه بواسلنا فورا باقتحام أوكار العصابات الأسدية وشبيحته، ونحيطكم علما وأنه بتاريخ 17-12 عندما قام أبطال لواء الأنصار باقتحام مدينة صقلبية محاولة منه للقضاء على العصابات الأسدية، قامت الشبيحة من هذه المدينة بإطلاق النيران على قواتنا من النوافذ والشرفات. وحرصا منا لعدم أذى الأبرياء والشرفاء من هذه المدينة، قمنا بسحب قواتنا فورا. ولكن نعيدكم ونقسم بالله العظيم، إن لم يستجاب لهذا الإنذار فورا فإننا قادرون بإذن الله تعالى على تصويب مدافعنا وصواريخنا على جميع المراكز التي يتواجد فيها الشبيحة وجنود الطاغية. فباسم لواء الأنصار في محافظة حماة نعلم ما يلي: نطالب أهالي مدينتي محردة وسقلبية فتح جميع الأبواب أمام أبطال الجيش الحر كي يتمكن من القضاء على جنود الطاغية وشبيحته. ثانيا، ليعلم إخواننا في هاتين المدينتين بأن جنود الطاغية وشبيحته ما تحصنوا فيهما إلا من أجل الفتنة الطائفية. ثالثا، إننا نعد كل قرية وبلدة ومدينة يتحصن بها جنود الطاغية تكون هدفا مشروعا لضربات جيشنا الحر. قائد لواء الأنصار في محافظة حماة رشيد أبو الفداء بتاريخ 21-12-2012. تكبير.